طبعا هم كذبوا كمان في فقال انه كنت بدي اسوي اسناني بطلت يعني لا مؤسساتنا مش منتبه لكن جمعياتنا الناس فخر أبو دياب باحث فشون القدس. نعم هاي المنطقة هي جزء من سلوان وهي منطقة الجنوبية الغربية للبلد القديم والمسجد الأقصى المبارك، وتمتد هذه المنطقة على حوالي 280 ضنم، هي المنطقة الوحيدة الفارغة، ولذلك الاحتلال تنبه لها لمنع السكان أولا الفلسطينيين في منطقة سلوان من التمدد والانتفاع، فلذلك أراد وقف هذا الزحف بإقامة مشاريع تهويدية. في هذه المنطقة هناك مشروع متكامل لأولا لتغيير المشهد في القدس وللزحف أيضا، خاصة أن هذه المنطقة هي الأقرب للجزء الغرب مدينة القدس، أولا إقامة مشاريع تهويدية، تم زرع أكثر من 800 قبر وهمي في هذه المنطقة للاستيلاء على الأراضي ومنع الناس من الانتفاع بالأراضي، مصادرة ووضع اليد على أكثر من 99 ضنم في البداية وبعد ذلك يعني تكملت السيطرة. الاحتلال في هذه المنطقة أيضا يخطط وسيعمل على البنية التحتية للقطار الهوائي الذي سيبدأ من الجزء الغربي من مدينة القدس وصولا إلى باب المغاربة والالتفاف حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. أيضا هناك مشاريع لإثبات أحقية وجود حضارة يهودية في هذه المنطقة في هذه الزاوية، وأيضا هناك مشاريع الجسر الهوائي، وهذا الجسر المشاء الأطول في مدينة القدس لأولا تسهيل وصول المستوطنين من منطقة الثوري وصولا إلى المنطقة في الجبل المقابل ليسهل عليهم الوصول إلى منطقة البلد القديمة وباب المغاربة، أيضا لتغيير المشهد العام وأيضا لجلب مزيد من المستوطنين. فهناك أعمال يقوم بها الاحتلال لإغراء المستوطنين بالوصول إلى هذه المنطقة لزيادة عدد المستوطنين ولتغيير المنطقة وأيضا للاستيلاء على الأراضي وبسط يد الاحتلال عليها، وهو يريد تغيير وصياغة جديدة للتاريخ لأن الاحتلال في هذه المنطقة يدعي أن هذه المنطقة كانت أحد المناطق التي تواجد بها اليهود فترة وحقبة الهيكل الأول والهيكل الثاني. طبعا لم يثبت ذلك في التاريخ، ولكن الاحتلال الآن يعاود صياغة التاريخ لإثبات أحقيتهم بالسيطرة والسيادة والهيمنة على مدينة القدس.